الأشخاص اللي بركي ما بتعرف الحبوسة بلبنان شي تعتير. الحبوسة بلبنان أقل من مزرية يعني، مش مزرية أقل. نحنا مثل ما بقوله نايب السابق غسان مخيبر بيقول مش سيء، في سيء وأسوأ، نحنا تحت الأسوأ. أنت بسجون مكتظة يعني، لنقول حبس رومي بساعة 1000 في 4000 يعني، الأوضة المعمولة كانت لواحد أو اثنين فيها 15. أوكي. الأحكام ما بتصدر بسرعة يعني، أنا إذا بعيد الشهر انلقت بتجارة مخدرات بقعد سنة سنتين ثلاثة ناطرين ليتأكدوا إذا أنا تجارت بالمخدرات. ليه؟ لأنه بالملف نحن بعدك ببلد، افترض أنا وسمير وعلي وحسين وطوني كلنا بهيدا الملف، بدك تنطر لأنا وعلي وسمير وطوني يكون موجودين بالمحكمة ليبت بأمرنا. أنا في أنزل كل مرة على المحكمة، بس طوني ما أجا، منتأجل 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 منتأجل، عرفتي؟ فبضلني موقوفة لحين الهيدا. موضوع كارثي يعني. طب ليه ما بتفصلوا الملفات؟ حكموا زينة وبس لقوا طوني طب احكموا وخلصوا على هاي. ما بتعرف ليه يعني، وحرام القاضي ما قالوا عليها كمان لأنه هيك السيستم ماشي. ما يكون له خلق يعني، شو بعرفني؟ والسوق ايام ما بينزل يعني الدركة يمكن ما سيق، يمكن لأنه ما في بنزين، يمكن لأنه ما كانت سيارة ماشية، فما بينزلوا طوني وسمير. زينة بتروح واحدة بقولوا لها أجلني ليك، فزينة بتقعد لخمس سنين بلا خمس حكم. سنين بلا حكم. عندي ناس قعدت يعني هول شتون 8-9 سنين بلا حكم، 8-9 سنين بلا حكم. ما بيعرفوا إذا بيطلعوا براءة ولا لا. لا هلا بالآخر نوي تطلع براءة إلا ما يتركب شيء يعني، ولا ممكن. ولما رحت لكن على حبس رومية، لما جيت لعندهم قلت لهم بدك تعمل دراما ثيرابي، كيف كانت ردة فعلهم؟ دغري تقبلوك السجنة يعني؟ اي سجنة. السجنة اكيد ما قلت لهم دراما ثيرابي وهيك، قلت لهم مسرح. قالوا لي شو يعني كلون وهيك ويها بتعملي لنا ايزو، ما انت على التيفي نحن بنشوفك. قلت له لا هلا انتوا اللي حتبصلوا وانا حشوفكم يعني، شي كوميدي. كانوا متفائلين يعني؟ كانوا كان اوريدي مكسور الجليد ما بنكر، لانه شايفيننا على التيفي قبل، فمش أوكي. فايته وحده مرحبا اسمي مدري انه لا هاب ما انا عندهم بالاوضه على التيفي مره بالجمعه، عرفت كيف؟ او ببيوتهم ولادهم بيحضروني، عرفت كيف يعني؟ فانو انت بنعرفك. سو كان هيدا الحاجز انكسر، حاجز مكسور. وقالوا هيت لنعطيها فرصة لهالمخلوق. هلا كتار اذا بتحضر باول فيلم بيقولوا انه كان عندنا شك انه هيدا مثل كل هالجمعيات، بتجي ايه بدنا نعمل وبدنا نشيل وبدنا نحط، وتاني يوم بتفل بعدين صاروا يتفاجئوا عم هي بعد عم تجي، مثل انه جاي بكره على الساعه 9 يلاقونا على 9 قاعده، هن بعد مش واعيين من النوم، هن عرفتي وين، وانا قاعده ناطره انه انت ناطره ايه، ما قلت لكم جاي على 9، انه النطر سنه ونص عن سعيد ميرز الرئيس ما راح يعرف ينطر، بقعد بنطر شو عندي. صاروا ينزلوا، وهيدا يجيب ابن عمه، وهيداك يجيب رفيقه من تاني طابق، وهيداك ينزل مدري مين، هيك صارت. and الفيلم 12 لبنان غاضب الدوكيومنتري عم بحكي بفرجيك بالتفاصيل، كاميرا عم بتفرجيك كيف نزلوا، شو كانت ردة فعلهم، هل قبضوني جد، هلا اول شهرين كيف كانوا ينزلوا الجال على راسهم وعاملين سكس الله والسكس باكس، عرفت كيفك مدام زينة؟ وانا انه منيحة بس مش هيدا موضوعنا، قوم مثل قوم عبر قوم احكي لي عن طفولتك. طفولتي اول شهرين محسوب حسابهم، بعدها بشهرين راح الجال. خلص فهموا انه زينة مش الزينة اللي براسهم، زينة هي حدا جاي يعمل ثيرابي، جاي يحط ديسيبلين بهيدا المطرح، جاي ينتج عمل معهم، وجاي يساعدهم يوصلوا صوتهم ليغيروا قوانين طلع بالبلد. هيدا شيء انا ما كان براسي مثلا، بس هيدا بيّن معهم، صرت لهم انتو شو اوضاعكم. زينة ما عندنا تخفيض عقوبات، سو اذا بنحكي عن السجن بكل بلدان المحترمة حالة في شيء اسمه بارول ريدكسيون دي بان لحسن السلوك. انت ببلد وانت ببلد، إذا أنا حكمت 10 سنين مدى أنت محكومة 10 سنين، أنت بتشط بحالك كل يوم وأنا قاعدة براجع بحالي وندمانة وهيك، أنا وياها بنبقى 10 سنين. طب ليه؟ ما هي بتشطي بحالها وعم تحرق الحبس، إنه ما بتستاهل يمكن، ما بدها تساعد حالها بالوقت اللي أنا ساعدت حالي. أعطوني أعطوني بارول، أعطوني تخفيض عقوبة. فرحنا نكشنا بالقانون أنا والسجنة، كنت جيب معي كتب لقوانين أنا ما كنت أفهم قانون، نقعد نقرأ طلع إنه مزبوط في عنا أنت والسجنة؟ أنا والسجنة. واو. بيعرفوا بالقانون أحسن 463 قانون 463. قالوا زينة في قانون كتب بال2002 نعمل خصوصي ليطلعوا ناس للانتخابات ورجعوا ضبوه بالجرور. قالوا شو عم تحكم؟
كان في انتخابات بال 2002 انكتب النص القانون لأن كان بدنا ناخبين لينتخبوا ناس، فطلعوا ناس من هالحبس لينتخبوا ويعملوا، رجع نضب القانون بالجرور. يعني نضب يعني ما عم بيتطبق بقى. شو معبى الجرور وينين؟ شو معبى معبى وينين؟ نعمل له مراسيم انت يعني انت عرفت ان في قانون طمش عليه يعني خلص تمشى شوي وضبينه ولا. فنحن بال2009 طلبنا بالمسرحية من الدولة اللبنانية بخصوص القانون. ما تفكر انه كل الوزراء والنواب كان معه عن جد كان عندنا هيك شيء بال2002، ما هو في رول ما بالهيدا، فمش الكل معه خبر. سحبوا من الجرور، صار في لجنة اليو ان او دي سي هي اللي مولت لجنة قضاة، لليوم بعده ماشي كل سجين بحق له يقدم تخفيض عقوبة. يعني شفتوا يعني بلشت فيه انه هيت لنا نعمل مسرحية كنايفلي وبكامل بساطة، انقلب اوكي علاج اكيد، انقلب مسرحية تغطيت عالميا، انقلب دوكيومنتري برم العالم، انقلب تطبيق قانون. اووردز 10 اووردز كل فيلم حاصد 10 اووردز وبرم العالم، والسجنة بس يطلعوا من الحبس صاروا هن يسافروا فيه بلبنان لان مش كل معهم باسبار. هلا مثلا عندي عمان فيلم فاستيفال رايح معي سجين يوسف له 30 سنة كان بالحبس، طلع من بجراء تخفيض عقوبات، رايحوا معي يمثل الفيلم تبعه بعمان. إنه كيف طلع؟ هو طلع حاله، هو عمل مسرحية نادى بتخفيض عقوبة وقال كان رايح مقبض، هيدا هو كان حكمه. اليوم صار فيك تخفف المقبض بلبنان من جراء 12 لبناني غادي. مرحب، إذا حبيت هذا الكليب فيكن تعملوا لايك على الفيديو وتعملوا سبسكرايب على الشانل تبعنا هون، وإذا بدكم تحضروا سرد بكاملة فيكن تحضروها هون.